فول مستورد ب 16 والبلدي ب 24، هي نفس الاسعار، مفيش حاجه رفعت فيها. الرز 12 14 15 16 حسب درجاته بقى، وحسب الكسر بتاعه، وحسب طول الحبايه، بيفرق درجات الرز. لا حضرتك الاسعار دي لسه ما نزلتهاش، الشركات بتنزل لنا فواتير بالاسعار دي، احنا بنشتغل على الاسر الفواتير دي، بتيجي مختومه من الحكومه وعليها رقم ضريبي وكل حاجه، يعني ما بنشتغلش من دماغنا، بنشتغل بالرقم الضريبي بيجي على الفاتوره والختم وكل حاجه. لا الاجبار ضعيف جدا، ممكن 10% عن الموسم اللي فات والسنين اللي فاتت، ممكن 10%، مش زي الاول طبعا، لان كان كيلو الرز ب 7 جنيه مثلا 8 جنيه، دلوقتي اقل حاجه ب 12 ب 14، فطبعا الزبون مش هيشتري، اللي هياخد كيلو هياخد نص كيلو، فتبقى حاجات شغل بسيط قوي. البقوليات لا، هو اللي اتاثر بالارتفاع الاخراني الرز البسمتي، دور الفشار، الحاجات المستورده، اللوبيا المستورده دي اللي اتاثرت بارتفاع الاسعار. يعني عندك الرز البسمتي اسف الفشار كان ب 16، مع ارتفاع الدولار والحاجه الاخرانيه بقى 30 جنيه. البسماتي بقى من 40 بقى، وفي 50 و60 يوصل حتى 80 جنيه بسماتي، بسبب برضه ده مستورد. العدس الاصفر زي كده كان العدس الاصفر ب 20، دلوقتي ب 26 جنيه. خش معايا، خش. يعني ده مستورد برضه، والابو جبه والفول المستورد كان ب 16، كان ب 10 وب 12، دلوقتي ب 16 جنيه. لا وقف الاستاد زاد البقوليات كلها، مش الفول بس، الحاجات الثانيه تتأثر. يعني عندك اللوبيا، الفاصوليا المستورد، البلدي برضه، الحاجه البلدي بتاعتنا تتأثر، يبقى ضغط عليها هتبقى، والحاجه بتاعتنا بتزرع قليل هيبقى ضغط عليها، فبالتالي هتغلى، وهي غاليه طبيعي. الفول والعدس عشان دخول الشتاء، موسم الشتاء، دول اللي بيبقى عليهم الضغط. العدس بتاع العدس اساسا مستورد، لما يقف استيراده ممكن يخش، هو ب 26 ممكن يخش يوصل ل 40 30، ف بلاش المسؤولين هم يزودوا المنتجات في السوق مش يقللوها، وقف الاستيراد ده هيقللها، فبالتالي انت بتدي فرصه كده للشركات والمزارع اللي هم يعملوا، يعني يخلوا الحاجه اللي عندهم يغلوها عشان تبقى قليله. بس الفول كان كام؟ الفول كان الاول بكام؟ ب 20 ب 20 و 18 18 دلوقتي بكام يا استاذنا؟ 24 فالحاجه غاليه عموما. يعني ما احنا عيط وساكتين، ما مش قادرين نتكلم، ما فيش حاجه ملحقه يا بنت، ما فيش حاجه مكفيه. دلوقتي الناس هتعمل ايه؟ مع الغلبان هيعمل ايه؟ اما يجي ياخد كل مكرونه ب 15 جنيه او كل السكر ب 16 جنيه دلوقتي، والله بنيجي ناخده اهو من عند البقاله اهو، انت شايف الناس هتاكل منين وتشرب منين وتقضي منين، ونور بكام وغاز بكام وكهرباء وميه بكام؟ ما احناش والله والله ما حد لاحق. اطعم من اطعام كل شهر كنت بعمله الاول من ساعه الكورونا، بقيت نعمله ونجيب الحاجه ناشفه ونوديها للناس، كل واحد يعمل في بيته. هنعمل ايه؟ كنت الاول بجيب رز وسكر ومكرونه وزيت وعدس وشاي، كل حاجه كنت ما تتخيلي تحطه في الشنطه، وفرخه ولحمه. دلوقتي عشان اجيب الفرخه ما اجيبش زيت، عشان اجيب حاجه استغنى عن حاجه ثانيه. نشتم ربنا يرحمونا شويه، ربنا يرحم الكل، ربنا يرحم. يعني نشتم ان الحاجه بدل كل يوم عماله تغلى، كل يوم ازازه البتاعه دي كنا بنجيبها ب 2 جنيه ب 3 جنيه، الخل اللي ماليش ريحه اللازم دلوقتي بتجيبها 7 جنيه ب 8 جنيه. هي غاليه ايوه طبعا شويه، بس يا ريت بقى الدنيا تهدى شويه، عشان انا ما بعملش رز خالص للاولاد، بس مضطريه ان انا اجيب اعمل ايه. طيب كان كيلو رز بجنيه وربع دلوقتي جنيه وربع، اللهم صل على النبي، يوم بعد يوم ممكن اخده بسعر الصبح اخر النهار بسعر تاني. عندك الاستاذ فين؟